خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي علشان يطمننا على فريق النادي الأهلي قبل مواجهة اليوم مع الاتحاد السكندري. اتفضل يا فاروق. كل الشكر لكابتننا الكابتن اسامه حسني، برحب بيك يا كابتن اسامه وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عوده من جديد لاجواء دوري رابطه الانديه المصريه المحترفه بعد توقف دولي دام لاكثر من 15 يوم طبعا، ويعني تصفيات الامم افريقيا 2025 اللي هتقام في المغرب بعد ما اسدل عليها الستار وصعود المنتخب المصري. نعود سريعا الى اجواء الدوري المصري ودوري رابطه الانديه بمباراه من المباريات أو كلاسيكيات الكرة المصرية، الأهلي وزعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري. مباراة مهمة جدا، مباراة صعبة جدا. النادي الأهلي حقق الانتصار في أول لقائين، نادي الاتحاد السكندري أيضا حقق الانتصار في أول لقائين. يزيد من صعوبة هذه المواجهة جاهزية كافة العناصر في فريق طبعا الاتحاد السكندري، بجانب النادي الاهلي اللي عنده بعض الغيابات ابرزهم طبعا وسام ابو علي اللي بيغيب عن النادي الاهلي في هذه المواجهة للاصابة، طبعا الى جانب غياب علي معلول وكريم فؤاد ومحمد دهاني، الى جانب طبعا الاستبعادات اللي طبقا للرؤية الفنية المستر مارسيل كولر، عمر كمال ومصطفى ابو الخير ومصطفى مخلوف وايضا يوسف ايمن. خليني احطك في الصورة يا كابتن اسامة واقربك من الاحداث ومن استعدادات النادي الاهلي لهذه المواجهة. النادي الاهلي طبعا على مدار الايام الماضيه كان بيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش، كان الفريق خاض مباراه وديه امام فريق تيم اف سي وقدر ان هو يفوز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. بالامس اختتم طبعا الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، مستر مارسيل كولر اجتمع مع اللاعبين طبعا مع عوده اللاعبين الدوليين اللي انضموا للتدريبات مؤخرا لفريق النادي الاهلي، عقد محاضره بالفيديو مع لاعبي النادي الاهلي او عرض مجموعه من الفيديوهات الخاصه بفريق نادي الاتحاد السكندري في اللقاءين اللي خاضهم امام فاركو وامام حرس الحدود، وقدر ان هو يحقق الانتصار فيهم فريق الاتحاد السكندري. وطريقه اللعب اللي بيلعب بيها بابا فاسيليو المدير الفني لكوبروسي لفريق نادي الاتحاد السكندري وطريقه 4-3-3. عايز اقول لك ان مستر مارسيل كولر اكد على اهميه ان احنا ضروري نرجع مره ثانيه للاجواء المحليه بفوز مره ثانيه نحافظ على صدارتنا للدوري المصري الممتاز، عقب طبعا انتهاء التدريب اللي يعني مستر مارسيل كولر من خلاله حرص على بعض الامور الفنيه والتكتيكيه اللي حريص ان هو يطبقها في هذه المواجهه، مواجهه الاهلي والاتحاد السكندري. اختتم الفريق تدريباته، دخل الفريق في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. عايز اقربك من الجانب الاخر، جانب فريق الاتحاد السكندري ايضا اللي زي ما قلنا بيقوده مدير فني بابا فاسيليو المدير الفني القبرصي في اطار استعداده الفريق للنادي الاهلي، كان الفريق خاض لقاء ودي امام فريق سموحه انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. الفريق بالامس حضر الى القاهره في يعني في ساعه مبكره، ادى تدريب وحيد على ملعب الاستاد الدفاع الجوي اللي ادى عليه التدريب بالفريق بالامس. بابا فاسيليو اتكلم طبعا على فريق النادي الاهلي وعقد محاضره ايضا بالفيديو مع لاعبي فريق الاتحاد السكندري. لازم نستغل صحوه البدايه اللي احنا فيها والانتصارين اللي حققناهم امام فريق فاركو وامام فريق حرس الحدود. من الامور يعني المهمه اللي يعني بالنسبه لفريق الاتحاد السكندري اللي بتخلق وتزود الدوافع وتزيد من الصعوبه ايضا على فريق النادي الاهلي، ان مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري كان صرف للاعبي فريق الاتحاد المكافاه الخاصه بمباراتين مباراتي حرس الحدود ومواجهه فريق فاركو، وايضا يعني ببعض من الامور الماديه والماليه خاصه باللاعبين لخلق دوافع طبعا ويعزز الروح المعنويه عند اللاعبين قبل هذه المواجهه. النادي الاهلي النهارده في مقر اقامته يوم فريق النادي الاهلي طبعا يا كابتن اسامه كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه العاشره، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه الرابعه، ثم المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر اللي في تمام الساعه الخامسه والنصف، اللي من خلالها طبعا مستر مارسيل كولر بياكد على التشكيل اللي هيلعب بيه هذه المواجهه، بياكد على بعض الامور الفنيه او يعني الامور الخاصه بالكرات الثابته ركلات الجزاء، بعض الامور اللي بياكد عليها اللي تكون اللمسات الاخيره واللمحات الاخيره من مستر مارسيل كولر على اللاعبين في هذه المواجهه. عايز اقول لك ان حاله الاجواء اللي على اللاعبين اللي شايفينها على اللاعبين، التركيز اللي عند لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله الفريق النهارده يكون قادر ان شاء الله على تحقيق الانتصار في هذه المواجهه. من المقرر طبعا ان هيكون ظهور النادي الاهلي هو بالزي الاحمر الزي المميز للنادي الاهلي، نادي الاتحاد السكندري بالزي والرداء الاخضر. لجنه الحكام كانت اعلنت عن طاقم تحكيم
بقياده الدولي محمد معروف حكم الذي المواجهه، يعاون وهاني عبد الفتاح وسامي هلهل، حكم الرابع ابراهيم عبد المحجوب، اثنين على تقنيه الفار وائل فرحان ومحمود ابو الرجال. صافره الحكم هتنطلق في تمام الساعه 8 على استاد السلام اللي هيستضيف احداث هذه المواجهه. ان شاء الله يا رب يا كابتن اسامه يوم يكون مميز لفريق النادي الاهلي، يقدر النادي الاهلي يحقق الانتصار على فريق الاتحاد السكندري في مواجهه احنا بناكد انها مباراه صعبه سواء على النادي الاهلي او على نادي الاتحاد السكندري، لكن كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح.